فبدون شك أن المواطن والرأي العام قد يتساءل تساؤل بديهي لكنه جوهري في نفس الوقت. لماذا تقدمنا بملف الترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؟ صحيح أن هذا السؤال بديهي لكنه جوهري. فمن خلال الدراسة العميقة والتجوال عبر ربوع الوطن والتشاور مع الشركاء السياسيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم للخروج بمرشح إجماع، لأن الجزائر وشعب الجزائر شعب قوي في حاجة إلى قيادة قوية. فمن هذا المنطلق ارتأينا أن نحقق هذا المفهوم